اهلا بحضراتكم، مساء الخير والسعاده. الحقيقه ان كل الناس بتتكلم عن معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54، فعاليات مستمره اليوم الثاني على التوالي، اقبال كبير من الناس وخصوصا النهارده الجمعه، ففي ناس كتير واخده بقى أسرهم كده ورايحة رحلة إلى معرض الكتاب. إقبال شكله كبير جدا جدا، عدد كبير من الندوات والفعاليات، عندنا تقريبا 1047 دار نشر مصرية وعربية، ودي فرصة هايلة وفرصة كبيرة جدا جدا ومتنفس كبير لكل محبي القراءة ولكل الأدباء والمثقفين، حتى الناس اللي يعني رايحة المعرض علشان تحاول تحب القراءة وتحاول تشوف في يعني أساليب تسويقية جديدة وكتيرة موجودة في معرض الكتاب السنة دي علشان نجذب المزيد من القراء، وده مهم جدا جدا الحقيقة من خلال أيام المعرض، إنه ممكن حد يكون ما بيقراش أصلا لكن راح مع حد زميل ليه أو راح مع أسرته وابتدى إنه يعجبه الموضوع وابتدى يشوف الكتب، وخصوصا كمان إحنا دلوقتي بنتكلم عن عروض كبيرة موجودة فيما يخص موضوع الأسعار داخل المعرض. يعني الحقيقة إنه في فعاليات كبيرة جدا بتتعمل داخل المعرض، الأطفال كمان ليهم نصيب كبير جدا، في الحقيقة إنه هو يعني عيد سنوي لكل المثقفين ومحبي القراءة في مصر. خلينا نروح مع حضراتكم كده ونشوف المعرض ونشوف أجواء المعرض وإيه اللي بيحصل هناك. يعني في اليوم الثاني على التوالي زميلنا محمود جميل موجود هناك وهيقول لنا كده كل الأجواء اللي حاصلة في المعرض. اهلا وسهلا بكل مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان، برحب بحضراتكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 54، واحنا موجودين بننقل لحضراتكم الفعاليات اليومية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. النهاردة تحديدا هو اليوم الثاني لاستقبال الجمهور في داخل المعرض، ويمكن النهاردة طبعا علشان يوم الجمعة فكان في اقبال كبير جدا من الجمهور، والحقيقة الاقبال ده كان من مختلف الاعمار، يعني احنا شاهدنا طبعا كبار السن، شاهدنا كمان الاطفال، وكان في اهتمام كبير جدا من الاطفال بالثقافه والقراءه وحرصهم كمان على ان هم يتواجدوا داخل معرض القاهره الدولي للكتاب. كمان يعني لاحظنا وجود مهم لذوي الهمم من الناشرين او حتى من الزوار للمعرض. طبعا معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته ال 54 بيتمتع بعدد كبير جدا من الفعاليات والبرامج، سواء بنتحدث عن البرامج الثقافية والفعاليات الثقافية أو حتى البرامج الفنية. بالنسبة للفعاليات الثقافية لليوم النهاردة كان في طبعا عدد كبير من الندوات في قاعة الكاتب الكبير شخصية المعرض صلاح جاهين، كانت هناك يعني ندوة بعنوان رباعيات صلاح جاهين، وندوة أخرى أيضا بعنوان نحن والتراث، وكان هناك ندوة يعني كان لقاء مع وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، و أيضا ندوة أخرى يعني كان فيها الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وكان أيضا في قاعة الصالون الثقافي كانت هناك يعني ندوة بعنوان الصحافة وتوثيق التاريخ ضمن محاور الكاتب أو الصحفي الراحل ياسر رزق. والحقيقة كان هناك عدد كبير من الفعاليات الفنية الأخرى، يعني النهاردة شفنا طبعا عرض للأراجوز والتنورة، وكمان فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وكمان الفعاليات الفنية اللي بتقدمها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف هذه النسخة. والحقيقة الفعاليات الفنية دي أضافت جو طبعا من البهجة والسعادة على وجوه الزوار اللي كانوا متواجدين النهاردة وبيتابعوا كل الفعاليات الفنية والثقافية. أما داخل القاعات والأجنحة الحقيقة كان في إقبال على كل يعني دور النشر المختلفة، بنتكلم طبعا عن 1047 دور نشر موجود، فبالتالي كان في اقبال. بعض دور النشر كانوا طبعا بيقدموا خصومات النهارده، في بعض الخصومات بتصل ل 30 و40%، والحقيقه في دعم كبير من وزاره الثقافه ل يعني تدعيم بعض الكتب بسعر 10 جنيهات. والحقيقه النهارده كمان لاحظنا في اهتمام كبير جدا من ذوي الهمم، سواء كان الناشرين اللي ليهم طبعا كتب او ليهم اصدارات موجوده داخل هذه الدوره، او حتى حرصهم كمان على ان هم يتواجدوا، ده غير طبعا الخدمات اللي بتقدم ليهم في بعض دور النشر سواء بالتخفيضات او حتى التسهيل على تقديم الخدمات ليهم، زي جناح وزاره الداخليه اللي بيتيح الخدمات الخاصه بوزاره الداخليه عن طريق طبعا السمع وعن طريق الاشاره. وكمان النهارده لاحظنا في تواجد طبي مهم جدا من قبل وزاره الصحه واستعدادات خاصه بتواجد 3 سيارات اسعاف خارج المعرض طبعا وداخل المعرض، بالاضافه الى وجود 3 عيادات مطلقة
متنقلة طبعا داخل يعني أرجاء مركز مصر للمعارض الدولية. فالحقيقة النهاردة كان في حالة ثقافية فنية ترفيهية كمان، لأن معرض القاهرة الدولي للكتاب بيعتبر رحلة ثقافية علمية وكمان رحلة ترفيهية لكل الزوار وكمان الأسر اللي اصطحبت طبعا أطفالها لحرصهم طبعا على القراءة والتثقيف. دي كانت كل التفاصيل الخاصة باليوم الثاني لاستقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب لزواره، وبالتأكيد هنتابع معاكم خلال الأيام القادمة كل التفاصيل الخاصة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54. بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء. احنا بنشكرك محمود جميل على هذه الرسالة الوافية من معرض القاهرة الدولي للكتاب. واحنا مكملين مع حضراتكم كلامنا عن المعرض. الحقيقة انه يعني زي ما محمود كان بيقول، وكل الناس اللي زارت المعرض خلال اليومين اللي فاتوا بيكلموا عن المزايا الكبيرة اللي بتقدم من خلال المعرض السنة دي للقراء. خلينا يعني نكلم حضراتكم عن الإقبال الجيد الموجود خلال اليومين اللي فاتوا من مختلف الفئات الحقيقة ومختلف الأعمار من المواطنين. خلينا كمان نتكلم عن التسهيلات اللي بتقدم في هذه النسخة السنة دي من معرض الكتاب. هناك تطبيق موجود علشان نسهل على الناس معرفة كل ما يخص المعرض، الكتب المعروضة. هنعرف مع حضراتكم كل التفاصيل عن كل أساليب التسويق الجديدة في المعرض السنة دي وشكل الإقبال عامل إزاي. دلوقتي معنا على التليفون أستاذ محمد الفي، وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب. مساء الخير على حضرتك، وبداية لو تقول لنا شكل الإقبال الجماهيري على المعرض خلال اليومين اللي فاتوا. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، ومساء الخير على مصر والوطن العربي، وكل سنة ومعرض وانتوا بخير يا رب. وحضرتك بخير يا فندم. احنا طبعا اليوم الثاني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اللي شهد إقبال جماهيري برضو لليوم التالي على التوالي، إقبال جماهيري كثيف جدا. الجمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب كما تعودنا منه ما زال حريص كل الحرص على التواجد بكثافة في المعرض، وطبعا ده يعني بسبب انه بيجد يعني وجبة ثقافية دسمة من كل أرجاء المعرض، يعني زي ما هو بينتظر من السنة للسنة. طبعا السنة دي الدورة 54 بتحل المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف على هذه الدورة، وبالإضافة إلى أن في 1047 دار نشر مشاركة، وطبعا في تفضيلات كبيرة. دور نشر مش بس مصرية أستاذ محمد، دور نشر يعني أيضا دور نشر عربية. في دور نشر، في مشاركة دولية 53 دولة عربية وأجنبية مشاركين في أكبر مشاركة دولية تقريبا في المعرض القاهرة الدولي للكتاب. ده طبعا بالإضافة إلى أن في تخفيضات كبيرة جدا، في تسهيلات وزارة الثقافة مقدماها. معالي الوزيرة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، وبناء عليه خصص الدكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه المصريه العامه للكتاب جناح مخصص لهذه المبادره. احتوى الجناح على كتب لا يزيد سعرها على 20 جنيه. طبعا اقبال كبير جدا من الجمهور على هذا الجناح، بالاضافه الى تخفيضات اخرى في الجناح الرئيسي للبيع للهيئه وقطاعات وزاره الثقافه. وايضا دور النشر المشاركه بالكامل بيقدموا خصومات وتخفيضات يعني تسهيلا للمواطن في هذا العرس الثقافي السنوي الكبير. طبعا في تسهيلات اخرى مقدمه لكبار السن بيدخلوا مجانا، وايضا ذوي القدرات الخاصه بيدخلوا مجانا هم وذويهم يعني وعائلتهم بيخشوا مجانا، مع تقديم التسهيلات والمساعدات داخل أروقة المعرض من خلال الشباب المشارك في برنامج أنا متطوع. عدد كبير من الشباب بيسهلوا وصول المواطن إلى الجناح اللي عايز يروحه. طبعا بالإضافة إلى أن في أكثر من 500 فعالية ثقافية على هامش المعرض، من ضمنه طبعا نصيب كبير للطفل من خلال صالة 5 اللي مخصصة للطفل، سواء أجنحة
لبيع الكتب او فعاليات ثقافيه زي ورش الحكي والرسم وورش رسم وورش تفاعل مع الكتاب وادباء ادب الطفل. بنستضيف احد ادباء وكتاب الطفل وبيجتمع بالاطفال وبيلتفوا حوله وبيحكي لهم قصه من مؤلفاته وبيقوم بتحاور وبيتحاور مع الاطفال على القصه او الحكايه اللي بيحكيها لهم. طبعا سعاده بالغه للاطفال في حاجه زي كده. وطبعا كثير من التسهيلات وكثير من الفعاليات الثقافيه والفنيه، هناك فقرات فنيه مشترك فيها كل قطاعات وزاره الثقافه، والجمهور طبعا بينتظر ده، عارف كده، من السنه بينتظر ده كل سنه في معرض القاهره الدولي للكتاب. صحيح. طبعا استاذ محمد يعني انا يمكن عايز اسال حضرتك عن يعني الصعوبات اللي واجهت حضرتك في التسويق السنه دي المختلف، هل في اساليب جديده غير الاساليب التقليديه اللي احنا متعودين عليها تم استخدامها، استخدموها دور نشر معينه داخل المعرض؟ احنا عاملين اضفنا خدمه وحده البيع الالكتروني من خلال المنصه للي مش هيقدر يجي المعرض نظرا لبعد مسافه او ايا كان ظروفه. يعني احنا عملنا في بروتوكول تعاون ما بين وزاره الثقافه ممثله في الهيئه المصريه العامه للكتاب ووزاره الاتصالات ممثله في الهيئه القوميه للبريد، عاملين بروتوكول تعاون لتوصيل الكتاب الى بيت الى المنزل اللي بيطلب، بيخش المنصه بيختار الكتاب اللي هو محتاجه بحد اقصى في كل بعيثه 5 كتب بيتم توصيلهم لحد باب بيته بقيمه توصيل 10 جنيه فقط. ده طبعا بسعر يعني يكاد يكون مجانا يعني. ده لكل المحافظات؟ لكل المحافظات لحد اسوان، لحد ابعد نقطه في مصر. ده للسنه الثانيه على التوالي تسهيلا للي مش هيقدر يحضر المعرض، احنا بنروح له بالكتاب لحد بيته، وان شاء الله هتبقى مستمره بعد المعرض ان شاء الله، هتستمر بقيه شهور السنه ان شاء الله. تستمر بعد المعرض ازاي؟ معلش قف. هتستمر يعني هيبقى الخدمه دي هتفضل موجوده حتى بعد المعرض. هتبقى المنصة مفتوحة وهيتم توصيل الكتب إن شاء الله للي بيطلب، المنصة هتظل مفتوحة إن شاء الله. عظيم، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد الفيه وكيل وزارة الثقافة ورئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة المصرية العامة للكتاب، شكرا جزيلا على وجودك معنا دلوقتي في التاسعة. حقيقة احنا النهارده في التاسعة مكملين كلام مع حضراتكم عن معرض الكتاب واهم الفعاليات اللي موجوده في معرض الكتاب. هتكون كمان ضيفتنا النهارده في التاسعة الكاتبه نور الغاده، احدى الكاتبات اللي ليهم اعمال ادبيه في معرض الكتاب السنه دي، خصوصا ان روايتها زهرة الصبار وراها قصه انسانيه كبيره الحقيقه، واقع عاشته، قصه وفاء كبيره لزوجها الراحل، هنعرفها مع حضراتكم في فقرتنا النهارده، خليكم مكملين معانا، هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع بعد نكمل الكلام، خليكم مستنيين. ازاي تروح معرض القاهرة الدولي للكتاب؟ معرض القاهرة الدولي للكتاب ينطلق في دورته 54 بأرض المعارض بالتجمع الخامس، تم تخصيص 7 خطوط أتوبيسات لنقل رواد المعرض. الخط الأول من ميدان عبد المنعم رياض ثم رمسيس، العباسية، جامعة الأزهر، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الثاني من دوران شبرا، شارع شبرا، ميدان أحمد حلمي، شارع رمسيس، العباسية، نادي السكة، جامعة الأزهر، محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب. الخط الثالث من النزهة الجديدة، ميدان الحجاز، ال7 عمارات، مكرم عبيد، مصطفى النحاس، المنهل، الوفاء والأمل ليصل إلى معرض الكتاب. الخط الرابع من ميدان المطرية، الحلمية، كلية البنات، عين شمس، ميدان هشام بركات، الحي السابع، حي السفارات، ثم معرض الكتاب. الخط الخامس من ميدان الجيزة، جامعة القاهرة، القصر العيني، السيدة عائشة، الأوتوستراد، جامعة الأزهر، وصولاً لمعرض الكتاب. الخط السادس من صقر قريش، المعادي، نادي وادي دجلة، الطريق الدائري، محور المشير ليصل إلى معرض الكتاب. الخط السابع من سراي القبة، روكسي، ال7 عمارات، الحي الثامن، الوفاء والأمل، ثم محور المشير وصولاً لمعرض الكتاب بالتجمع الخامس. مترو الأنفاق
التوجه إلى محطة الشهداء بالخط الثاني لمترو الأنفاق أو محطة مترو كوبري القبة واستقلال الأتوبيسات المخصصة لمعرض الكتاب. خطوط السيرفيس من مواقف عبد المنعم رياض، أحمد حلمي، السلام، السيدة عائشة بتعريفة 6 جنيهات، ومن موقف تشكى بحلوان بتعريفة 8 جنيهات. بالسيارة قم بضبط اللوكيشن على أرض المعارض بالتجمع الخامس. رايح أجيب عيش. دفعت ثمن غالي جدا. أنا فتحت عيني على حاجات صعبة جدا، الله يرحمه. فجرت فين عربة الناس فين؟ أثناء الشباك خدت طلقة في كتف الأيسر. استقرت تحت المخ بالظبط. قلت لهم إيه يعني؟ حتة مني هتروح عند ربنا، هتسبقني. كان عندي يقين إن أنا هرجع تاني. بطل جسم مستحمل من 40 ل 50 شظية. ربنا سبحانه وتعالى أعادني للحياة مرة تانية. بعد كل إصابة كنت أحس إن أنا بقيت أحسن من الأول صحياً وبدنياً. مش مجرد واحد اتصاب وقعد على كده خلاص. لا أنا هكمل. هرجع تاني سينا وأفضل موجود على الأرض. التسابق على مين هيتلف في العالم. في رجال منهم اللي قدم روحه ومنهم اللي قدم حتة من جسمه عشان خاطر مين؟ عشان خاطر مصر. حديث هام جدا، حديث بكثير من الحب والتقدير والعرفان. دايما لازم نتكلم عن كل من ضحى بروحه علشان البلد دي، كل من ضحى بجزء من جسده علشان البلد دي، علشان نعيش امنين ومطمئنين ومستقرين، يكون في عمليات تنميه وتطوير بتحصل في البلد دي. ده ما كانش ينفع يحصل غير بالوضع الامن المستقر اللي احنا وصلنا له. والحقيقه انه الفن لما بيجسد هذه البطولات بتوصل للناس بشكل كبير جدا جدا. ولو نفتكر مع حضراتكم مسلسل الاختيار وكم يعني الابطال اللي احنا عرفناهم من مسلسل الاختيار، كنا عارفين اساميهم، كنا بنسمع قصصهم، لكن الفن بتجسيده لحياتهم وللصعوبات اللي شافوها ويعني اسرهم وقد ايه اسرهم بيضحوا وبيتعبوا بعد اللي بيحصل لهم. وبعد كده تلاقي أبطال منهم عاشوا وكملوا وأنجزوا في مجالات أخرى وبقوا أبطال في مجالات أخرى، وتشوفهم يبقى عندك شيء كبير جدا جدا من الأمل. زي الناس دي عدت بالحاجات دي وقدرت تكون أبطال وكملت، وناس استشهدت لكن اسمها خلت في التاريخ. وده مهم جدا، وده دور قوي جدا للفن، خصوصا بقى أنه ده يوصل للأجيال الصغيرة. لما تشوف هذه الأعمال، وشفنا كل الأطفال كانوا بيتغنوا باسم الشهيد المنسي، وإزاي قدر مسلسل الاختيار يوصل لهم هذه القصص وهذه البطولات. والحقيقة أنه سلسلة البطولات دي مستمرة، فإحنا بنتكلم مع حضراتكم لو كنتوا بتتفرجوا على البرومو اللي فات، فدي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعرض لحضراتكم بكرة بإذن الله السبت فيلم تسجيلي بعنوان نقطة تحول، قصة كبيرة بين الألم والأمل، رصد لقصص حقيقية وبطولات لمجموعة كبيرة من مصابي العمليات الحربية اللي شافتها مصر، العمليات الإرهابية اللي شهدتها مصر من أحداث ثورتين 25 يناير و 30 يونيو. حالات إصابات تنوعت ما بين الجيش والشرطة والمدنيين العاديين والقضاء لأسباب مختلفة، وأماكن الإصابات يعني مختلفة وكبيرة، وبين كل قصة وقصة تلاقي الموضوع مختلف، لكن اللي بيجمعهم قصص بطولات وقصص مليانة أمل تديك أمل. يعني ناس رغم الإصابة مكملين وعاملين قصص بطولية كبيرة جدا جدا، هتجسد من خلال فيلم نقطة التحول اللي تشوفوه بكرة بإذن الله على كل قنوات الشركة المتحدة. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشيء من التفصيل عن الفيلم. معانا دلوقتي على التليفون أستاذ إسلام عبد الحكيم، منتج فيلم نقطة التحول. مساء الخير عليك، وعايز اعرف كواليس التصوير، صورته في قد ايه والصعوبات اللي واجهتكم وانتم بتصوروا الفيلم؟ بخير على حضرتك. والله هو في الحقيقه هو كان تحدي كبير، يعني احنا نوصل لفكره تقدر تستوعب الكلام بشكل مختلف عن اطفالنا من مصابين القوات المسلحه والشرطه والمدنيين، واننا نوصل الرساله الاهم من خلال الفيلم، وان المشوار ما وقفش ابدا عند الاصابه.
بالعكس ده كان بداية يعني المسار ومسيرة جديدة لكل بطل فيهم، قدر بعدها يكتشف قدرات جديدة في نفسه ويستمر خدمة وطنه. يعني الحقيقة أنا اتشرفت جدا بمساهمتي في هذا العمل اللي كان يعني حتى اسمه يعني كان بالنسبة لنا برضه يعني حاجة يعني عشان نوصل لها قدرنا نجسد يعني كلهم أبطال مختلفين محدش فيهم يعرف حد، لكن كلهم مشتركين في جزئية وهي إن هم خلقوا من الألم أمل. يعني ده كان القاسم المشترك بينهم، يعني إن هم تحدوا الألم وصنعوا منه أمل كبير. يعني من خلال بقى الضباط القوات المسلحة الباسلة وضباط الشرطة والقضاة والمدنيين، يعني كل واحد فيهم يعني خسر جزء من جسده تضحية للوطن. يعني فكرة الفيلم يا إسلام جات لكم إزاي؟ يعني وحتى الاسم أنت بتقولي قعدتوا فترة على ما توصلوا الاسم نقطة التحول، هل مثلا أنتوا تعرفوا أحد هؤلاء الأبطال وأنتوا بتعملوا الفيلم قعدتوا معاهم؟ طبعا إحنا الفكرة كلها بدأت من محمود بدر، نائب محمود بدر، هو كان قاعدين بنتكلم مع بعض فقلنا إحنا دايما يعني إحنا عملنا قبل كده حاجة مع بعض عن الشهداء، فقلنا طب يعني احنا عملنا قبل كده حاجه عن الشهداء، طب ما يعني تعال نعمل حاجه عن المصابين. يعني هو في ناس كتير بينا عايشين محدش يعرف عنهم، يعني ممكن يكون قريبين مننا لكن مش عارفين عنهم بطولاتهم ولا اي حاجه. يعني فقلنا تعال يعني نجيب رموز منهم، يعني طبعا هم عددهم كبير جدا طبعا طول السنين فاتت، فاحنا طبعا ده كان جزء كبير من ان احنا نقدر نقدمه لهم ان احنا نقدر جزء من بطولاتهم. فقلنا نتكلم عن المصابين العمليات الارهابيه. فبدأنا نتكلم مع بعض واحنا بنتناقش ونتناقش في الجزئيات كلها لحد ما وصلنا ان احنا يعني عايزين نختار يعني رموز تكون هي عملت بطوله في نفس الوقت قضت رحله علاج صعبه وما وقفتش بقى عند رحله العلاج، لا بالعكس بعد لما ربنا كرمهم ولما شفاهم في منهم اللي كمل في الخدمه، في منهم اللي حقق بطوله زي النقيب احمد نجيب وبقى رابع عالم في بطوله الكاياك. فمن هنا جينا اسم الفيلم ان هم القاسم المشترك بينهم هو فكره ان هم حصل وقعت بطوله رحله العلاج والبطوله الامل بقى في ان هو ما يقفش عند ده. فهنا جت لنا نقطه تحول بين الالم والامل. مسألة المزج أحيانا ما بين المشاهد التمثيلية وما بين لقاءات حقيقية بأشخاص حقيقيين ده بيدي مزيد من المصداقية للعمل وبيخلينا ندخل في مرحلة التوثيق، وده مهم جدا 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 لأنه أحيانا كتير بيبقى هناك بطولات التاريخ ما بيذكرهاش فأصحابها يعني حرام إن حقهم يضيع. طبعا احنا عندنا في الفيلم في المقدم اسلام العزب ده يعني حتى مسمينه الاسطوره الحيه، يعني هو يعني عمل بطولات كتيره جدا يعني لدرجه ان هو اتصاب مرتين ورجع تاني وخدم لحد ما اتصاب اخر مره يعني واخد حوالي 50 شظيه في جسمه، يعني فطبعا ده رقم كبير جدا بالنسبه لشخص عادي يعني. فكل شخص كنا بنقعد معاه كنا بنستشف منه قصه، يعني ايه ده احنا ازاي قدام يعني قصه بطوله كبيره زي دي وازاي ده ما حدش يعرف عنه حاجه، لا احنا محتاجين ان احنا نبرز البطوله دي ونبرز الكفاح اللي عمله وان هو ما لا ما وقفش عند كده، لا ده بالعكس ده لسه مكمل وبيفيد اجيال جايه. يعني العقيد محمد فرج يعني هو مدير مدرسه الطاقة حاليا برضو من الابطال اللي هو برضو يعني صاب وقضى رحله علاج وما وقفش عند كده، لا بالعكس هو دلوقتي رجع مدير مدرسه. يعني الدوله نفسها يعني والقوات المسلحه يعني لا بالعكس يعني راجل بقى مدير مدرسه الصاعقه وبيعلم اجيال جايه من خبراته. يعني صحيح اسلام شايف انه الى اي مدى قدرتوا توصلوا الصوره حقيقيه وكامله من خلال فيلم نقطه التحول؟ الله هو بتوفيق من عند ربنا، يعني احنا ربنا كرمنا يعني بنماذج، يعني الموضوع كان برضه مش سهل، قعدنا برضه عملنا سيرش كبير وتعاون برضه القوات المسلحه والداخليه معانا والمدنيين ان احنا نوصل على قد ما نقدر لهؤلاء الابطال، يعني سواء في الجيش او في الشرطه. يعني برضه الداخليه فيها نماذج زي المقدم عمرو عبد الرؤوف برضه يعني حاجه يعني
يعني برضه فقد عينه وفي نفس الوقت رجع ما وقفش عند كده ورجع كمل تاني وبيخدم في مجال تاني تخصص تاني، ده هنشوفه ان شاء الله بكره في الفيلم. يعني حاجه مشرفه بصراحه. يعني احنا في انتظار الفيلم وبنشكركم شكرا جزيلا انتوا كل صناع هذا العمل. شكرا جزيلا لاستاذ اسلام عبد الحكيم منتج فيلم نقطه تحول. غدا ان شاء الله تعرض الشركه المتحده على جميع قنواتها فيلم نقطه تحول، ان شاء الله يعني يكون في مزيد من هذه الاعمال، لانه الحقيقه بتفرق معانا وبتعيش وبتعلم الاجيال اللي جايه يعني ايه وطن ويعني ايه تضحي علشان بلدك ويعني ايه حتى وانت بعد ما اتصبت وعديت بكل يعني هذه المحنه الكبيره الصعبه على اي بني ادم تفضل مكمل وتفضل بتحب بلدك وبتحب نفسك وبتدي لبلدك اكتر. يعني الحقيقه انه كتير جدا من القيم الفن يقدر انه يوصلها بمنتهى السهوله خصوصا للاجيال الصغيره. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقه انه الكام يوم اللي فاتوا دول ظهر مصطلح اسمه زراعه اللحوم، وده الحقيقه الناس كلها يعني استغربت الفكره، ويمكن ناس بدات تهزر على الموضوع. طب ايه اللي بيحصل؟ في حاله من الجدل خلال الايام اللي فاتت بعد مساله يعني حديث عن استزراع اللحوم، ايه اللي بيحصل؟ طبعا هو الكلام هنا عشان الاسعار وارتفاع الاسعار، والافكار دي جايه علشان يعني ايه نتغلب على ارتفاع الاسعار اللي العالم كله بيشهده. طب خلينا نفهم مع حضراتكم اكتر يعني ايه استزراع اللحوم. دلوقتي معانا الدكتور احمد جلال عميد كليه الزراعه جامعه عين شمس. مساء الخير عليك يا فندم. الى اي مدى عمليه استزراع اللحوم ده موضوع حقيقي وتكلفته قد ايه؟ تفاصيل الموضوع عايزين نعرف كده من حضرتك. طبعا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وطبعا اولا كل سنه والشعب المصري كله بخير وسلام ان شاء الله. نسبه طبعا 25 يناير وعياد الشرطه. وحضرتك زي ما حضرتك اثرتي نقطه مهمه جدا، ان في خلال الفتره السابقه طبعا اثير على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الضغط على كلمه زراعه اللحوم. هي اولا من زراعه اللحوم هو استزراع وليس زراعه. لماذا فكر العالم في هذا؟ هنيجي نبص، احنا بيعيش على سطح الكره الارضيه حوالي 7.1 من 10 مليون مواطن، ومتوقع في 2050 يعني كمان 27 سنه هيوصل هذا العدد لحوالي 9.2 من 10 مليار نسمه. وبالتالي احنا عندنا محدوديه الارض ومحدوديه المياه التي لا تفي باحتياجات العدد الهائل من السكان. لما نيجي نشوف طبقا لاحصائيات الامم المتحده حاليا هنجد ان 1.2 من 10 مليار نسمه بيعاني من سوء التغذيه. وحوالي 800 مليون نسمه بيعاني من الجوع، وبتكون اكثر التوادد في منطقه الصحراء الكبرى في افريقيا، في جنوب شرق اسيا، في امريكا اللاتينيه، في منطقه الشرق الاوسط بيعاني كثير من المواطنين من سوء التغذيه ومن الجوع. اصبح العالم الان يفكر وامام هدف مهم جدا الا وهو كيف يفي بهذه الاحتياجات. لما نيجي نشوف جزء كبير جدا من الثروه الحيوانيه لا يستطيع ان يفي باحتياجات المواطنين من الحصول على البروتين الحيواني. سواء اللحوم الحمراء او اللحوم البيضاء او الاسماك وخلافه. ومن هنا كان هناك فكره كيف نكفي احتياجات هذه السكان؟ بالطرق التقليديه لن نستطيع. وبالتالي كان هناك الاتجاه لاستخدام التقنيات الحديثه. احنا الان فيما يسمى بالثوره الصناعيه الرابعه في التصنيع الغذائي. هذه الثوره الصناعيه الرابعه بتعتمد على انترنت الاشياء وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى الجين اديتنج او تحرير الجين وعلى البلوك تشين وعلى البيج داتا. ناتي للنقطه الاساسيه الا وهي استزراع اللحوم. استزراع اللحوم على فكره ليست بجديده، ولكن هذا الموضوع يثار في العالم منذ اكثر من 91 عام. هنيجي نبص في سنه 1934 اطلق رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل في هذا التوقيت مقوله مهمه جدا، وقال انه من العبث ان اصرف او ادفع مبالغ من المال في عنبر من الدواجن للحصول على قطعه لحم من الدجاج. سياتي وقت نقوم بزراعه هذه القطع. هذه المقوله الشهيره لوينستون تشرشل هي كانت البدايه للابحاث العلميه في استزراع اللحوم. بدا هذا الموضوع على مستوى العالم،
بدأت من الستينات ثم الثمانينات ثم التسعينات ثم في 2020 وصلنا لنتائج مبهرة في هذا الموضوع، ألا وهي ما يسمى بزراعة اللحوم مخبريا أو بيسموها الكالتيفيتد ميت أو السيلكالتشر ميت. طيب هنقول هذا الموضوع طبق على أرض الواقع؟ فعلا طبق على أرض الواقع، وهناك منتجات تعرض في الأسواق. طبق في مصر يا فندم ولا لسه الأمر يعني محل دراسة؟ احنا بنتكلم على مستوى العالم ثم بيصار هذا الموضوع حاليا في مصر. يعني على مستوى العالم هنلاقي ان سنغافورة بتحتفل بإعطاء تصريح لأول شركة لإنتاج اللحوم المستزرعة. طب وهل احنا بنتكلم عن تكلفة اقل في الاستزراع الحيواني؟ لانه احنا بنتكلم ان المشكلة ان احنا بنصرف فلوس كتير جدا وما هياش يعني بتافي الانتاج مش بيافي الاحتياج عن طريق الاستزراع الحيواني. نتغلب على مسألة التكلفة؟ طب نتكلم الاول على عملية التقنية عشان بس المواطن يعرف يعني ايه التقنية بتتم ازاي، ثم بنتكلم على الناحية الاقتصادية. التقنية اللي بتتم بيها عملية استزراع اللحوم اولا بتعتمد على حاجة اسمها الخلايا الجذعية اللي هي الستيم سيلز. الستيم سيلز دي بيبقى في نوعين من الستيم سيلز، الخلايا الجذعية الجنينية والخلايا الجذعية من الادلت او من البالغ. بنستطيع ان احنا ناخد بتقنية معينة هذه الخلايا الجذعية وتوضع ما يسمى في بنك الخلايا، ثم بعد ذلك اخد جزء من هذه الخلايا واعمل لها عمليه انماء في معامل معينه بماده غذائيه معينه تحت ظروف معقمه. استطيع من خلال هذه العمليه ان انا احول ملايين الخلايا الى تريليونات الخلايا. هذه الخلايا بعد كده بتقنيه معينه نقدر نخليها في صوره انسجه، ثم يتم تجميع هذه الانسجه لتكون قطعه من اللحم تحت ظروف معينة. هتبص حضرتك لو أنا 1 جرام من الخلايا الجذعية أستطيع أن أنا أنتج منها 1000 طن من اللحوم. وبالتالي هي عملية تقنية عالية جدا جدا. في البداية لو جينا اتكلمنا هنلاحظ أن أول قطعة اتعملت في هولندا في سنة 2013-2014 كانت تكلفتها حوالي 400,000 دولار، لكن هي مش تكلفة القطع الحقيقية لكن تكلفة المعامل وتكلفة الفريق البحثي اللي كان شغال. العملية التقنية يعني. العملية التقنية نفسها عشان أوصل لهذه القطعة. احنا بنتكلم في 2022 هذه القطعة تقريبا وصلت حوالي 10 دولار. بعد كده هتنخفض سعرها تدريجيا. حضرتك تعلمي تماما إن أي تكنولوجي جديد بيظهر على مستوى العالم بيبقى تكلفته هاي كوست، تكلفته عالية جدا. مدى قابلية ده يا دكتور أحمد للتنفيذ؟ يعني فين؟ مدى قابلية هذا للتنفيذ؟ هقول لحضرتك، اتعمل طبعا اختبار تسوق بره بعد ما اتعمل تنزيل لحم. عملوها على نوعين من الناس. أولا عملوها على الأشخاص النباتيين اللي هم بياكلوا أكتر حاجات نباتية. تخيل 55% منهم مش يعني دول مش اشمئزاز من هذه اللحوم. لكن في 45% قابلوها. بالنسبه لمستهلك اللحوم كان 25% عندهم اشمئزاز و75% قبلوها. وبالتالي احنا دلوقتي في مرحله التجريب عشان نحل مشكله كبيره جدا ستواجه العالم، لان متوقع في 2050 هيبقى في حوالي 2 مليار نسمه على وجه الكره الارضيه بيعاني من سوء التغذيه والجوع. صحيح صحيح، مساله الامن الغذائي امن قومي للجميع وخصوصا مع الأزمات المتلاحقة اللي احنا بنعيشها. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا في التاسعة. نروح مع حضرتكم لموضوع تاني وهي مسألة التصدير الخاص بالملابس الجاهزة. حقيقة انه في ارتفاع في صادرات هذا القطاع، احنا بنتكلم في 2022 لنسبة الارتفاع نسبتها 22%، بنتكلم على 2.5 مليون لأول مرة تحصل في تاريخ صادرات قطاع الملابس الجاهزة. في تقرير صدر من المجلس التصديري للملابس أنه الولايات المتحدة الأمريكية كانت أول الدول المتصدرة في الدول المستوردة للملابس الجاهزة من مصر بحوالي أكتر من 1.3 مليار دولار
خلال 2022. خلينا نعرف مع حضراتكم التفاصيل. معانا دلوقتي أستاذ سماح حسين هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة. أهلا بحضرتك، وعايز أعرف إزاي وصلنا لهذا الرقم. إحنا بنقول 2.5 مليار، يعني ده رقم كبير جدا على سنة 2022. إزاي رجعنا بجودة المنتج المصري؟ إحنا كنا لما يعني نسمع كده زمان جودة القطن المصري وصنع في مصر، إحنا دلوقتي بنتكلم مش بس هنشوف ده مكتوب إنه القطن ده مصري، إحنا بنشوف المنتج كله مصنع في مصر وبيصدر للولايات المتحدة الأمريكية. عايز أعرف من حضرتك إزاي وصلنا لهذا. مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدين. احنا طبعا الحمد لله من اول عام 2022 وتحديدا الربع الاول كانت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الامريكية كانت واخدة اعلى نسبة، والحمد لله يمكن كملنا ده لحد نهاية العام، لحد ما خلص 2022. وخطة القطاع خلال الفترة لعام 2023 إن شاء الله مستهدف تحقيق من 20 لـ30%، وده طبعا من خلال خلق مناخ مناسب وتوفير التمويل الملائم للصناعة طبعا في الظروف الاستثنائية الحالية اللي احنا كلنا عايشينها في العالم كله مش في مصر بس. طبعا كان مجلس الوزراء كان قدم مبادرة، وهي مبادرة دعم للصناعة من خلال تقديم 150 مليار جنيه كقروض ميسرة بقيمة بفائدة منخفضة تقريبا حوالي 11% لمدة 5 سنوات، وده يمكن كان برضو له الأثر الكبير والفعال في تحقيق النسبة دي. طبعا من خلال برضو الاتفاقيات الدولية اللي ما بيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبيننا وبين دول كتير، كان برضو الموضوع في خلال الظروف برضو الحالية اللي بيعيشها العالم كله كانت مصر ليها الأولوية وإنها تقدر تصدر وبكميات كبيرة، وإحنا بنقول الحمد لله وإن شاء الله اللي جاي هيكون أفضل. طبعا الصادرات بالنسبة طبعا ارتفعت 22% عشان تسجل 2 مليار و516 مليون، وطبعا ده أول مرة في تاريخ صادرات الملابس قبل طبعا مقابل طبعا 2 مليار و63 مليون دولار في عام 2021. طيب طبعا من ضمن الدول خلينا نقول برضو الولايات المتحدة الأمريكية تصدرت المركز الأول كالعادة بالنسبة للملابس المحلية الصنع بقيمة 1 مليار و317 مليون خلال 2022 مقابل 1 مليار و181 مليار دولار في 2021. طبعا بنسبة تقريبا حوالي 11%، وحققت الصادرات لأوروبا ارتفاع بنسبة 31% علشان تسجل 504 مليون دولار مقابل 386 مليون دولار، وطبعا ارتفعت الصادرات لتركيا بنسبة 113% خلال عام 2022 عشان تسجل 162 مليون دولار مقابل 76 مليون دولار في عام 2021. طبعا احنا لازم نذكر المبادرة وطبعا من خلال توجيهات القيادة السياسية لدعم اي مبادرات طبعا لكافة القطاعات، وخلينا نتكلم برضو تحديدا لقطاع الملابس. من انا عايز اسال حضرتك يا استاذ سماح عن نوعية الملابس اللي بتصدر، رجالي حريمي اطفال كله يا فندم، يعني ايه المتصدر القائم؟ كل الفئات، حريمي ورجالي واطفال وملابس بيتي لكل الفئات. هل احنا متميزين في شيء ما مثلا يعني طلب عليه عالي مثلا؟ طبعا اي منتج قطن 100%، واحنا طبعا الحمد لله احنا متفوقين جدا فيه طبعا، ده متصدر الموضوع الاول. طبعا عندنا طبعا اي ملابس قطن 100% هي دي المتصدره، وتقريبا كل المنتجات داخل فيها القطن، وطبعا كل منتج بيتم تصديره بيبقى له مواصفات خاصه بناء على الاتفاقات اللي ما بين المستورد والمصدر. فطبعا دي خطوة كويسة جدا، ومن خلال المبادرات زي ما قلت لحضرتك انها تساهم في دعم الاستثمار الصناعي والتوسعات خلال الفترة القادمة، وخاصة انها وقت صعب وظروف استثنائية نتيجة الظروف الاقتصادية وارتفاع كبير في اسعار الفايدة العالمية. فاحنا الحمد لله احنا منتظرين الاحسن والافضل خلال الفترة الجاية، وزي ما قلت لحضرتك ان الحكومة بتسعى داعمة لكافة القطاعات الإنتاجية والصناعية بتوفير الجو الملائم والمناخ الملائم سواء كان تمويلي أو من خلال التصدير، إنها بتسهل كل الفرص لأي حد عايز يصدر منتج محلي 100%
بالنسبة لصناعتنا المحلية الصناعة في مصر. طب احنا هل ممكن نتكلم انه يكون عندنا بيوت ازياء عالمية على غرار يعني بيوت ازياء عالمية موجودة في العالم كله، تكون احنا عندنا الحقيقة مصممين مصريين يعني وصلوا للعالمية، لكن عايزين المزيد فيما يخص بقى نتكلم عن جودة، وحضرتك بتتكلمي عن المنتج المصري والقطن المصري؟ والله حضرتك ده طبعا متوقع، احنا يكفي ان احنا ان شاء الله خلال الفترة الجاية وخلال 2023 ومن خلال عودة مصانع كبيرة جدا كانت مغلقة ورجعت فتحت تاني زي مصانع الغزل، المحلة الغزل والنسيج لو حضرتك متابعة الوضع لقطاع الملابس في الحتة دي، واحنا ان شاء الله يكفي ان احنا بنصدر لهم المنتجات والخامات اللي يقدروا من خلالها ان هم يصنعوا الموضة العالمية، واحنا عندنا يرجع المنتج المصري للمنافسة عالميا تاني. والله احنا ان شاء الله دي خطة الدولة وخطة القطاع ان شاء الله، وان شاء الله خلال فترة وفترة مش بعيدة هيكون في حاجات كتيرة قوي هتبسط الناس كلها، ومصر هتتربع على عرش الانتاج المحلي وتحديدا في صناعة الغزل والنسيج والملابس زي ما كانت متربعة قبل كده، وكانت رقم واحد في العالم كله من خلال القطن المصري المتفوق اللي مش موجود زيه في اي حتة، فان شاء الله ده هيحصل وخلال فتره قريبه جدا باذن الله. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه سماح حسين هيكل عضو مجلس اداره الغرفه التجاريه بالقاهره عن شعبه الملابس الجاهزه. سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه انه دايما كل سنه معرض الكتاب بيكون فرصه لكل يعني صاحب موهبه انه يقدر انه يقدم موهبته من خلال محفل ثقافي كبير زي معرض الكتاب. نتكلم مع حضراتكم عن روايه جديده في معرض الكتاب السنه دي، روايه زهره الصبار وكاتبه الروايه وقصه اللي ورا هذه الروايه الكاتبه نور الغاده ضيفتنا النهارده في استوديو التاسعه. اهلا بحضرتك، مساء الخير عليك. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. عايزه اتكلم مع حضرتك الاول عن المعرض واشتراكك في معرض الكتاب السنه دي بالروايه وزورتي المعرض والكواليس اللي موجوده هناك. هو المعرض بصراحه يعني فعلا حاجه حلوه جدا، بالذات ان احنا النهارده كنا المفروض يوم اجازه، فالاقبال كان حلو جدا جدا، و احنا عايزين نوصل بالشباب نفسهم ان هم يقتنوا كتاب ما يستسهلوش ان هم ممكن يقروه عن اي طريق تاني، ونرجع لثقافة القراءة من جديد يعني. لكن في المقابل كان في كتب باسعار كويسه جدا برضو، ومساله التسهيلات الشرائيه اللي هو اشتري كتاب بالتقسيط على كتير، وفي نسبه خصومات عاليه جدا برضو. في انا اعتقد ان كل سنه في معرض الكتاب دور النشر بتكون يعني محوشه الخصومات لمعرض الكتاب. ده حقيقي ده حقيقي، والناس بتستفيد بقى من العروض دي ان هي بيروحوا طبعا في وقت معرض الكتاب عشان يقتنوا اكتر قدر ممكن اللي يقدروا يجيبوه. وطبعا الاطفال بقى ما اقولكيش يعني احنا يعني المفروض انا كان معايا بنتي مثلا، فكانت تقريبا على كل مكان هي بتبقى عايزه مجموعه من الكتب مش كتاب واحد. في فعاليات كتير كمان للاطفال، الاهتمام برضو بكتب الاطفال وتعليم اللغات والحاجات يعني في تنوع. لا المكان النهارده كان حقيقي حاجه جميله ومشرفه جدا بصراحه. طيب عايزه اتكلم مع حضرتك عن تجربتك الروائيه، و عايزين اقول للناس ازاي روحتي من الفن التشكيلي للروايه والقصه ورا ده. هي الموضوع كله قدرا يعني انا ما كانش ليا خالص في الكتابه، وانا طول عمري شغاله رسامه، مجالي هو الفن التشكيلي، كنت في البدايه رسمه على الموبيليا وبعد كده بقيت ارسم تابلوهات، فكنت بعيده كل البعد عن مجال الكتابه. لكن زوجي الله يرحمه هو بالمناسبة أستاذ محمد أبو زكري كاتب الأخبار، وهو طبعا له باع طويل طبعا من الكتابات، وكان له برامج هنا في التلفزيون وفي الإذاعة، وكنت طبعا بحكم يعني علاقتنا فإحنا كنت القارئة الأولى بتاعته، فأكيد أعتقد يعني في اللاوعي كده أنا أكيد اتأثرت، بس من غير ما يعني ما أدرك إن ده هيأثر عليا أنا كأن أنا ممكن أكتب. ده حقيقي. طيب
رواية زهرة الصبار صفحاتها تقول إيه للناس؟ حكايتها تقول إيه للناس؟ هي زهرة الصبار اسم ومعنى. الاسم هو الاسم اللي أطلقه عليا محمد الله يرحمه من بداية ارتباطنا، والمعنى هي بقى معنى رحلة الحياة كلها من أول يوم لآخر لحظة. فهي كانت مرحلة مراحل كتير متعددة بس كلها تتسم مراحل علاقتكم سواء. مراحل، وكنا بنطلع يعني الحياة ما كانتش تقليدية. كنا يعني بندخل في يعني بننتهي من مرحلة معينة بصعوبتها وكلها بتبقى صعبة، بندخل في مرحلة تانية جديدة بحاجات جديدة سواء كان على المستوى الشخصي أو مستوى الشغل. فده كان مخلي رحلتنا مش رحلة عادية زي أي زوجين بيتجوزوا بقى وتبقى الحياة تقليدية وكده، ما كانتش تقليدية على الإطلاق. بس واضح إنه هي فيها يعني رحلة فيها الكثير من الوفاء والحب، وأنا متشوقة إن أنا أسمع يعني تفاصيل هذه الرحلة مع حضرتك. لكن هنروح مع حضرتك دلوقتي الفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع الكاتبة نور الغادة. خليكم مستنيين. نعود مع حضراتكم للكاتبة والفنانة التشكيلية نور الغادة وروايتها زهرة الصبار اللي موجودة في أروقة معرض الكتاب للقاهرة الدولي السنة دي في نسخته 54. أحيانا بحس إنه الفقد أو الصدمات ممكن يعني تخلق جوانا طاقة إبداعية ما كناش نتخيل إنها موجودة. حصل ده مع حضرتك؟ ده حصل 100%. أنا نفسي ما كنتش متصورة ده. أنا صدمة الفقد خلتني مش عارفة أعبر عن مشاعري إزاي. أنا مش من النوع اللي بتكلم كتير، قليلة الكلام شوية، فما بعرفش أقول اللي أنا حاسة بيه. فكانت وسيلتي للتعبير هي كتابة بعض خواطر أو إحساسي بالموقف، إن هو سابني إزاي وكل الحاجات دي. فبدأت الموضوع بمجرد خاطرة كده بس. اتطور الموضوع بان كان في يعني هو في صديق صحفي من كان صديق لمحمد الله يرحمه في مكتب اسكندريه، وهو لاحظ ان انا في حاجه بس هو مش عارف يعني يحط ايده عليها بالظبط. فقال لي حاولي تكتبي، يعني حاولي تكتبي القصه بتاعتك وعلى الاقل تطلعي الاحاسيس بتاعتك. فقلت له لا، الموضوع بعيد تماما يعني على ان انا اكتب، يعني ممكن خاطره دي مجرد فكره، لكن عشان اكتب حدوته كامله حتى لو انا فيه عارفه شخصياتها وعارفه كل حاجه، بس طبعا حبكه روايه وان انا اجيب سرد ازاي وحوار لا صعب. فقال لي مش هنخسر حاجه. فبالفعل بدات وكتبت، فلقيتني انا بجيب الورقه وانا مش عارفه انا هقول ايه. وده حقيقي في كل فصل، من كنت ابتدي خاطره كده من بتوعي وبعدين استرجع ذكريات حاجه حصلت. ممكن تلاقيني انا بكتب في حاجه حصلت النهارده وبعدين بكلم في حاجه حصلت من سنين، وبعدين تلاقيني رجعت الحاجه في المستقبل. يعني ما كنتش ماشيه على حدوته من البدايه للنهايه. يعني انا الكتاب عندي رايحه وجايه مع القارئ، بس الحمد لله ان هو اتقال لي ان هو يعني احنا كنا بنروح ونيجي معاكي من غير ما نحس ان احنا رحنا وجينا. فكان الموضوع فيه انسيابيه، وبالذات ان هو طالع بمشاعر. انا مش دارسه، مش هقول ان انا يعني عندي خبره في الموضوع تماما خالص، فانا كاتبه باحساسي، مجرد احساس مش اكتر. فالنتيجه طلعت انه الحمد لله. اول ما خلصت الروايه من اول حد قرا المسود؟ أنا كان أستاذ أحمد سليم طبعا كان بيتابع معايا أول بأول. أنا ما كنتش قايلة لحد خالص إن أنا بكتب، ما حدش كان يعرف أنا بعمل إيه، لغاية ما خلاص بقى قربت يعني كنت تمام، يعني تقريبا خلاص ما فيش غير الفصل الأخير، وكان صعب عليا جدا لأن هو كان أصعب فصل عليا وهو فصل الفقد نفسه. فساعتها قلت لبنتي بقى، فهي كانت تعتبر اول قارئه ليا. قالت لك ايه اول ما قريته؟ قالت لي انا كنت حاسه، قالت لي انا كنت حاسه يا ماما ان انت بتعملي حاجه بس انا مش عارفه ايه، بس انا كنت حاسه ان انت في حاجه كده بتعمليها. لان انا كنت بقعد ساعات كتيره ومع نفسي والورقه والقلم ومش عارفين انا بعمل ايه.
فقالت لي لا انا كنت حاسه ان انت بتعمليه بس مش مستوعبين ايه الفكره بالظبط اللي انا بعملها. بس هل عملتي تعديلات عن الحقيقه؟ لا خالص. في الاسامي في الشخصيات؟ لا 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 خالص خالص. دي كانت من النقط اللي انا ما فكرتش فيها. يعني انا فكرت فيها بعد ما خلصت، ان هل في اشخاص ممكن تتضايق ان انا ذكرت اساميها بشكل صريح، او ان انا جبت سري، او ان انا اتكلمت عنها. كل الحاجات دي فكرت فيها بعد ما خلصت. لكن طول ما انا كنت بكتب انا كنت في حاله تانية. اخترتي الاسم امتى؟ زهره الصبار من اول لحظه. من اول لحظه، لان هو فعلا هو اصل من ضمن الاشعار اللي كان محمد كان احيانا يكتبها عني انا. كان من ضمنها اللي هو النداء باسمي، باسم زهره الصبار. فهو وبعدين انا كنت مرتبه لها يمكن في الغلاف اللي هو غلاف الكتاب برضو، ده يعني انا اللي رسمه، وكان من الحاجات اللي دخلت بيها معرض من غير ما حد يعرف ان انا برسمه عشان يبقى غلاف. يعني هو تصور ان انا تابلو داخله بيه معرض وخلاص، والحمد لله كان خد جايزه اولى في المعرض. وكان بيحكي حدوته الكتاب زهره الصبار بالطائر الجريح اللي هو محمد. فهو بيحكي قصه الحدوته كامله. فزهره الصبار لا هي من اول لحظه هي في دماغي. واضح ان احنا امام عمل فني وروائي متكامل يعني. متشوقا ان شاء الله ان يكون ليا حظ ان يكون ليا نسخه من الروايه. نروح مع حضرتك لفاصل ونرجع بعد كده نكمل كلامنا مع ضيفتنا اللي نورنا النهارده الكاتبه نور الغادر. اهلا بحضراتكم من جديد. بنتكلم دلوقتي مع الكاتبه نور الغاده وتجربتها مع الروايه وروايه زهره الصبار الموجوده في معرض الكتاب. وحابه قصص الحب، احنا كجيل بقينا بنشوف انه قصص الحب الكبيره اللي تخليكي تكتبي روايه عنه بعد وفاته، وحضرتك كنت بتقولي لي بيكتب شعر فيكي، بقينا بنشوف الكلام ده صعب وبعيد عن الواقع، وبقينا بنحس ان الحياه العمليه واخدانا اكتر بشكل كبير عن قصص الحب الكبيره الملهمه دي. رسالتك ايه بقى للجيل ده من خلال الكتاب؟ رسالتي هي في معنى اسم الكتاب. ازاي احنا نصبر؟ هو ليه احنا دلوقتي ما بيحصلش ده، او بيبقى قله شويه؟ لان ما بيستحملوش المشاكل اللي بتواجههم. واحنا كاي اتنين مرتبطين اكيد بتواجههم صعوبات في مواجهه الحياه، وفي نفس الوقت في اختلافاتهم هم الشخصيه، ما هو ما فيش حد شبه التاني. لكن احنا ازاي بنكمل بعض؟ ازاي بنحتوي بعض؟ ازاي بنستوعب الظروف فنقدر نتحملها مع بعض؟ ازاي نتعاهد من اول يوم ان احنا مهما كان مين فينا غلطان ما ننامش زعلانين من بعض؟ لان في النهايه النتيجه هتبقى علينا احنا الاثنين. فالحاجات البسيطه دي هي اللي بتكبر الحب مع الوقت. الحب انا بالنسبه لي هو زي نبته صغيره، اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان هي بتبقى حاجة كبيرة ومع الوقت بتقل، يا اما بتبقى حاجة عادية يا اما بتموت خالص. لكن احنا كانت النبتة بتاعتنا حاجة صغيرة واحنا بننميها مع الوقت، والمشاكل اللي بتواجهنا مش بتقضي عليها، بالعكس دي بتخلينا بنقوى بعض. يعني هو كان بيقوى بيا وانا بقوى بيه، انا كان عندي ظروف شخصية صعبة، هو كان عنده ظروف صعبة جدا، فازاي كل واحد فينا داعم للتاني؟ فهو ده اللي بيكبر الحب. الحب مش كلام رومانسي، مش ضمة وحضن وحاجات كده، لا مش هو ده، مش دي الرومانسية، مش ده الحب. الحب ازاي يقراني من غير ما انا اشرح نفسي. بس يعني ده الاهداء في الكتاب، كتبت الإهداء. الإهداء أنا من البداية، وأنا طبعا مقررة أن الإهداء هيكون لمحمد. بس ما كنتش عارفة أنا هقول إيه. الإهداء أنا كتبته بعد ما خلصت خالص. الإهداء أنا كنت أتمنى أن محمد هو اللي يكون كاتب الكتاب ده. على مدار حياته الصحفية شغلته حاجات كتير وأحداث كتير، فكان ده بيعطل دايما أن هو يكتب كتاب، وهو كان عنده أفكار مبدعة، يعني كان ممكن يعمل حاجات حلوة كتير، فكان من الحاجات اللي دايما ألح عليه في إنه يعملها. ويمكن ده كان دافع برضو لحضرتك إنك تكتبي الرواية.
مش هقدر اقول لك انه دافع، لان انا ما كنتش زي ما بقول لك، انا كنت مش خارج نطاق الزمن، انا خارج نطاق كل حاجه. انا كنت بكتب من حته تانية، ما كنتش بحسبها وما بفكرش في اسباب محدده. انا مجرد مشاعر وانا بعبر عنها مش اكتر. بس حسيت ان في النهايه ان يمكن ربنا عمل كده عشان الكلام اللي هو ممكن يكون عايز يقوله، الحاجات اللي هو ممكن يكون عايز يوصلها للناس توصل من خلالي، هو ما قدرش او ما لحقش يوصل ده، فممكن ده يوصل من خلالي انا، فممكن اكون انا اداه عشان يوصل وجهه نظره، توصل تركيبته اللي هي كانت تركيبه فريده ومختلفه ومش اي حد بيستوعبها. في ناس ما كانتش بتفهمه كويس لانه كان يعني هو سائر بطبعه، وفي نفس الوقت بيحمل قلب طفل. فتخيلي الثورة مع طفولة، فبتدي النقيضين مع بعض، فبتخلي الناس حيرانة، هو زعلان ولا فرحان، هو في ايه بالظبط، هو بيعمل كده ليه، ما كناش مستوعبين ده. فأنا حبيت أوضح ده، وبالذات بعد الضغوط النفسية الكتير اللي مر بيها على مدار تجربته الحياتية كلها، فحبيت أحاول ولو بقدر بسيط أديله حقه أو أوضح صورة هو ليه كان كده، هو ليه. أعتقد كمان أنه حظ كبير جدا للرواية أنها تكون موجودة في معرض الكتاب، فرصة كبيرة جدا لتسويق للرواية وأن الناس تقرأ عن قصة الحب الجميلة دي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذة نور الغادة، الكاتبة والفنانة التشكيلية، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا، وألف مبروك الرواية. الله يبارك فيك يا فندم. الله يبارك فيك. كده مشاهدينا خلصت حلقتنا مع حضراتكم النهاردة، أشوفكم دايما على ألف خير.